من الماضي التام الأول. عندنا هنا زمن الماضي التام الأول، هو إن أنا عايزة أعمل جملة فعلية. الجملة الفعلية فعلها ماضي، تمام؟ احنا هنكتب ازاي الفعل وازاي نحط له الاسم. معلينا، فعل زي مثلا ايه، او جملة زي هو كتب الدرس. كتب يعني اسخاي. انا عايزة اقول ان في الجبتي كتب يكتب، مش عارفة ايه، اي حاجة فيها كتابة هتبقى سخاي. فسخاي دي انا عايزة اديها علامة ان هي دلوقتي زمن الماضي. فالعلامة بتاعتنا بتاعت الماضي هي حرف الألفا لو الجملة دي إثبات، وإن بي لو الجملة دي نفي. طيب، فهو حط حرف الألفا، وعايز دلوقتي الفاعل. فين الفاعل؟ قالك الفاعل لازج هنا اللي هو حرف الفاي. حرف الفاي قال لي ان الفاعل ده الضمير هو اوف، تمام؟ اوف اهي. وبعدين كمل لي الدرس مفعول به ام بي اوش، وهناخد قد المفعول به ان في ام الام دي بتاعت أداة ربط المفعول ومش عارفة ايه وكده. ف كده اتكونت الجملة. طيب ايه بقى القاعدة؟ تتكلم على ايه؟ تتكلم على الفاعل. الفاعل ممكن يجي لي اسم، ممكن يجي ضمير. لو اسم زي الجملة اللي فوق دي، فعل اسم عادل كتب الدرس، فانا كتبت اسخوية اهي بتاعت كتب، وعملت حرف الألفا، تمام؟ حاسس ان ده ايه، ان ده زمن الماضي، وحطيت عادل في النص. نفس الفكرة اللي كانت تحت دي هي دي. بس لما بيكون ده اسم شخص او اسم شيء، او يعني الفاعل ده اسم، تمام، منفصل، هنحط له ألفا منفصلة. لكن لما يكون ضمير، شايفين هنا فوق بيقول لي الألفا جنبيها شرطتين كده، يعني في حتة تاني أو مقطع تاني بيتكتب حسب الفعل ده أنهي ضمير. فمثلا لو أنا تبقى أي، أنت أوك، في كبة بتتحط. وهنلاحظ ان اللي بيبقى فوق هو اللي بيبقى تحت. يعني مثلا حط هنا يوطا، وحط هنا يوطا، حط هنا كبة، حط هنا كبة. ده في النفي، ده الاثبات اللي فوق اللي هو حرف الألفا، وام بي قلنا في النفي، ف ام بي هنا برضو بتتحط. وليها ايه؟ ليها ضمير بيبقى ملصق فيها. مثلا هنا حطينا كبة، وهنا حطينا فاي، تمام، وهنا برضو حطينا فاي، وهنا السيمة، وهنا حطينا سيمة. بس هناخد بالنا ان هنا فانا في النفي، ام بي هنحوش الاي ونحط اليوت على طول، تمام. تمام، هنا في انتي مش ينفع نحط الفا وبعدين اي، فحطينا اري، بقيت اري، تمام. تمام، انتم وانتونا زي ما قلنا المقطعتين، فبنحط اريتين، وهم وهن اوف، ونحن اون، وإن بين، وإن بتين، وإن بو، تمام؟ تمام. نيجي بقى هنا في حالات مختلفة شوية. هي لو أنا عندي اسم وضمير هحطهم الاتنين، ولو عندي ضمير وبعد كده اسم،
في الترتيب مطلوب، يعني ما ينفعش حالة اسم زائد ضمير وغير حالة ضمير زائد اسم. فلو الاتنين نوعين من الفاعل موجودين عندي زي هنا في المثال ادل اوف سخاي ام بي اوش، دي جاب الاسم الاول وبعدين الضمير، فبيحط الجملة عادي. احنا بنكتب الجملة عادي زي دي زي اللي فوقيها، سوي كده عشان الدنيا زحمت. بنكتب الجملة عادي زي اللي فوقيها دي بالظبط، وبعدين نحط عادي من فوق. الحالة التانية بقى ان احنا كتبنا برضو نفس ذات الجملة هي هي، بس جبنا عادل من ورا، وفي كلمة في النص كده اسمها انجي. انجي يعني اعني او اقصد، زي مثلا لما تيجي تقول ايه او كتب الدرس فحد يقول لك مين، فتقول عادل، يعني بتتكلم على حد اسمه عادل ومش واخد بالك يقول عادل، بترد عليه بتقول عادل، فانت عايز تتفادى ان حد يسألك فبتقول كتب الدرس، قصدي عادل يعني كتب الدرس، فهي فكرة زي كده تمام. فبنحط الجملة عادي أفس خايم بيقوش وبعدين ان جي اقصد او اعني عادل. ضمير زائد اسم، حطينا الضمير وبعدين اقصد او اعني عادل تمام. النفي بقى، النفي عندنا نفس الفكرة بتاعت الاثبات، لما جبنا الفاعل اسم عادي عادل حطينا اللي بيقول لي ان الزمن ده ماضي، وبعد كده عادل، بعد كده الفعل، وبعد المفعول به. هو لم يكتب الدرس ده بقى الفعل ايه؟ ضمير، فحطينا برضو اللي بيدل على ان ده ماضي وبعدين الفاعل اللي بيدل على ان ده ماضي اللي هي ام بي، وبعدين الفاعل اللي هو الحرف الفاي، فقال لي ان الفاعل ده ضمير هو، وبعدين اسخاي، واسخاي هنا فيها زنك ناقصه، وبعدين ام بي اوش لو بنفعل به بس، فبقيت ام بي في اسخاي ام بي اوش. هي دي قاعده الماضي.